انت وليه؟ انت فاكرك انت هتعدي بعملتك دي ولا ايه؟ اطلعي لي هنا، اطلعي لي هنا يا وليه. ابعتي جوز البقر اللي انت انياهم هنا، ولا ما بعتهمش هبعت الرجاله دي يجيبوهم من قفاهم. يلا يا وليه اشهلي، ما عنديش وقت. هي دي المرجله يا حاج انور؟ جاي تتهجم انت ورجالتك على بيت ما فيهوش الا ولايه؟ ولما انتوا ولايه ايش عرفكوا باصول المرجله؟ بتتكلموا فيها ليه؟ ولما انتوا ولايه ما كفيتوش خيركوا شركوا وقعدتوا على جنب ليه؟ ما احنا ملمومين وفي حالنا، ما حدش حس بينا لحد ما جه ابنك وخبط على بابي وضحك على بنتي. السلام، ضحك على بنتك؟ بنتك اللي انت مش عارفه تربيها؟ بقول لك ايه؟ هتعملي لنا فيها خضره الشريفه؟ البت بنتك زيك بالظبط، بس انت مره كهينه وبتعرفي الداري. اخلص قطع لسانك. انا وبناتي اشرف من الشرف، انا وبناتي اشرف منك ومن عيلتك. بقول لك ايه؟ طلعي العيلين اللي عندك جوه اللي ضربوا ابن غدر ومضوه غصب عنه على بنتك اللي دايره على حل شعرها في البلد كلها. كلمه زياده عليا ولا على بنتي هضربك بالنار، مش هضربك بالجزمه قدام رجالتك دول كلهم. بنتي اشرف من الشرف، بنتي اشرف من البلد دي كلها. بنتي كانت كافيه خيرها شرها، وكانت قاعده جوه البيت وقافله على نفسها الباب لحد ما ابنك ضحك عليها. ما لمسهاش الا ما قال لها همضيك على ورقه جواز. ورقه جواز مضروبه يا حاج انور، واحنا ما عملناش حاجه غلط، احنا خلينا ورقه الجواز المضروبه ورقه جواز سليمه. هتلومنا على السليم؟ ماشي يا ابله حنان، مش هنلومك على الصح، بس انتوا اجبرتوا الواد ان هو يمضي غصب عنه. انا بقى جاي عايز حقي، عايز البيت تيجي البيت عندي عشان ده جواز رسمي، مش كده يا ابله ولا ايه؟ وبعدين لاول واخر مره، مره زيك ما تعليش صوتها على الرجاله اللي زيي، فاهمه ولا لا؟ يا راجل هم شويه، خلينا نلحق نبلغ في النقطه قبل الفيس ما تقع في الراس. طب يلا بينا. بس ايه مستغربه ليه؟ مش هي دي الاصول؟ بنتك بقت مرات ابني، يعني معنى كده انها تيجي تقعد عندي في البيت، ودينه ما اعبد لا خليكوا تشوفوا اللي ما شفتوهوش في عمركوا قبل كده. عارفة أشغلها إيه عندي في البيت؟ أشغلها خدامة، أشغلها خدامة عندي أنا، مش عندي أنا وبس، لأ ده أنا أخليها تخدم كل واحد في البيت، ومش كل واحد في البيت بس، لأ ده أنا أخليها تخدم البهايم بهيمة بهيمة. ولو الواد جاله مزاج وآخر النهار يطلع لها أهلا وسهلا، ما جالوش مزاج عنه ما طلع ولا يوعى يطلع. ولو ما سلمتنيش جوز الرجالة اللي أنت أنياهم عندك جوه، هاخد البنات دي يسلوا اختهم، وكمان يخففوا عنها الحمل، حكم الرجاله عندي كتير. حرام عليك يا حاج انور، عايز تاخدنا كلنا بذنب ابنك الواطي ده؟ حرمت عليك عيشتك، قسما بالله لو ما سلمتيني العيلين اللي عندك دول عشان اسحلهم في وسط البلد، لا اكون مندمك ندم تندمي عليه العمر كله. يلا هات انت اهو، هاتوا لي البنات دي. من بكرة شوية بسؤالي عارف الرجالة. لو انت فاكرة تعدي بعملتك السودة اللي انت عملتها دي، قسما بالله ده دفعك الثمن غالي وغالي قوي كمان. طب يا حاج حاسب نفسك؟ ده بدل ما تربي ابنك وتضربه بالجزمة على بقه على عملته السودة. خلي بالك يا حنان، قسما بالله كلمة زيادة تروح بابنك جثة من غير روح. وانت روح امك، راح تشتكي لابوك عشان اتجوزتها بالعافية. طب هتطلقها يا روح امك. هند هند ارمي عليها اليمين يا ما تبصلوش يا هادي. اخلص اوعى يالا، اخلص جدع يا ايه بتتكلم. خش جوه حنان. اترمي هنا يا يلا ابراهيم، لما حاجه بسرعه. ده نروح فين يا بيه؟ نمشي من هنا بعدين نبقى نشوف. طب والواد ده هنعمل فيه ايه؟ الواد ده مش عايزين منه حاجه.